فاحنا بنتكلم هنا على جايزه كمان افضل لاعب في الماتش بعد ما قام او يعني قدم اداء اكثر من رائع وكان ليه كمان دور كبير في الفوز اللي حققناه. فاعتقد ان هو كان يستحق رجل المباراه صحيح. بالامس بس صحيح. هي حلوه يا كريم ان انت عندك زي ما بتقال صفقه جديده، بس صفقه جديده وفي ايام قليله جدا قدرت ان هي تحقق نفسها او تثبت نفسها على الارض رغم تشكيك البعض. هو ده اللي كنت عايز اقول لك عليه، يعني ده ما منعش ان برضه في فئه معينه من الناس اللي هي ايه قاعده بتدور على اي ميه عكره عشان تصطاد فيها. فبقول لك صفقات الاهلي ونبتدي نسمع تشكيك في صفقات الاهلي، اهو صفقات الاهلي بتعبر عن نفسها على ارض الملعب الحقيقه. خلينا نشوف تصريحات عبد الفتاح ونرجع نكمل. النادي الاهلي طبعا نلعب فيها حته، نلعب سيرد باك، نلعب باك رايت، نلعب باك ليفت. للكوتش شايفه طبعا، واحنا هنجتهد على قد ما نقدر واللي نقدر نعمله بنعمله يعني الحمد لله. شايف جماهير النادي الاهلي ودورها وخلاص خالد بقى من اللعيبه اللي دخل قلوب جماهير النادي الاهلي خاصه على ادائك الاكثر من رائع في مباراه الزمالك الاخير، شفت الحب ده ازاي؟ اقرب القريبين منك شافوا الامر ازاي؟ اكيد انت شفت الامور اختلفت كمان بعد مباراه الزمالك. لا شكرا، بشكرهم جدا على الدعم، دعم يخلي اي حد في التوب فورم بتاعه، فبشكرهم جدا على الدعم وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونجيب اكبر عدد بطولات السنه دي ان شاء الله. اخيرا يا خالد نختم معاك، بعد ايام من تعاقدك مع النادي الاهلي وجودك في النادي الاهلي رايح تلعب كاس عالم، شايف الامر ده ازاي؟ واعتقد ان هو حلم كبير جدا لاي لاعب ان اول بطوله ليه ما يكون بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم. احساس طبعا لا بالفخر واحساس بالمسؤوليه في نفس الوقت. الحمد لله وبشكر ربنا، وده كان حلم وان شاء الله هيتحقق ونلعب في كاس عالم وان شاء الله نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله باذن الله. تفرقي معايا ولا تختلفي بان اللي بيحصل واللي بنشوفه من اللعيبه الجداد اللي انضموا مؤخرا للنادي الاهلي في رساله قويه لكل المشككين؟ طبعا في رساله قويه جدا، وانا بشوف يا كريم برضو ده نجاح لكولر. يعني فكرة هنا من ساعة لما كولر بجد بدأ مع النادي الأهلي، وده بنتكلم عليه زي ما بتقال بالورقة والقلم برضو، تلاقي فيه عودة للكيمستري الحلوة ما بين اللعيبة وبعض. قصة ان لاعب جديد يجي ينضم للنادي الأهلي دي مش جديدة، ان هو بيندمج على طول، بس القصة ان هو يندمج على طول ويتألق على طول في وقت قصير جدا، ده اعتقد نجاح وان دل يدل على نجاح المدير الفني بجد. مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي انا بكن ليهم كل الاحترام، ومش انا بس برضو بلغه الارقام نقدر نقول ده، محقق نجاحات عظيمه جدا، ما خسرتش ولا مباراه لحد دلوقتي. اللعيبه بتاعتك حتى اللي هي الصفقات الجديده قدرت ان هي تثبت نفسها في وقت قصير جدا، يمكن ده احنا مش معتادين عليه في انديه كتيره والابطال على فكره ونجوم كبيره جدا في كره القدم العالميه. مش سهل ان انت تنتقل من نادي لنادي وتحقق على طول انجازات على الارض، ومش عايز اقعد اقارن باش يقول لك انت بتقارن مين بمين والسخافات اللي بتتقال دي. فانا مش دي قصتي، قصتي انا بتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي، النادي الاهلي قادر بصفقاته ان هو يثبت للجميع زي ما انت كنت بتقول المشكك، ان انت عندك حد لما بيتحط اسمه على يعني اسم النادي الاهلي كده او بيان النادي الاهلي خلاص هو بيرتبط بيه، يبقى هو اكيد على قدر المسؤوليه. انا سعيده جدا بعبد الفتاح، وسعيده جدا مش بس بعبد الفتاح، كل الاسماء اللي عندنا، وسعيده اكتر ان كلايتنبرج يا دي كلايتنبرج كولر عامل لي مشكله موضوع والنبي هات لنا الخبر بتاع كلايتنبرج عشان اخلص. كولر بيدي فرصه وبيثق في الصفقات الجديده، وفي نفس الوقت يعني زي ما احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، لما انت بتشارك صفقات جديده في ماتش القمه دي ليها رسائل كبيره قوي، ليها رسائل في الداخل وليها رسائل للخارج اللي هم كانوا بيقول لك لا او اكيد مش هيعتمد غير على السكواد الكامل، طب هو كان هيقدم ازاي والسكواد ثلاث ارباعه مش موجود اصلا، حاجات زي كده كلها فيها رد على الارض. زي ما انا برجع اقول تاني اللفظ ده، الرد بيبقى على الارض، فده نجاح للمدير الفني قبل اي حاجه كده، ونجاح لمجلس اداره النادي الاهلي والطريقه التفكير اللي دايما بيفكروا بيها، ان عمرنا ما شفنا اي قرار عشوائي على فكره فيما يتعلق بمساله تعاقدات جديده او غيره، دايما اي قرار بيصدر عن النادي الاهلي بيكون ده قرار مدروس ومدروس كويس جدا ومبني بالكامل على فكر ممنهج، الهدف الرئيسي من وراه هو الصالح العام للنادي الاهلي وبطبيعه الحال للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. فطبعا دي عاده ودي طبيعه النادي الاهلي، في هدوء وفي تاني وفي رويه بيتم التخطيط للمستقبل بشكل يضمن ان احنا نستمر على نفس المنوال ونفضل دايما ماشيين في التراك اللي بيحقق لنا في النهايه هذه الانتصارات اللي كلنا بنسعد اكيد وبنتشرف بيها.